يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: صليت عصر هذا اليوم وفي ثوبي دم، دم قليل، مع العلم أنني على علم به قبل الصلاة، ولكن لم أذكره إلا في الركعة الثالثة، فهل علي شيء؟ نعم، إذا كان في ثوبك نجاسة من دم أو غيره ثم ذكرتها في الصلاة، فإن كنت تستطيع التخلص منها وفسخ الثوب أو العمامة أو البشت خلعه أو الشراب، إن استطعت تتخلص مما هي فيه وتخلعه تفعل هذا وتستمر في صلاتك، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة واستمر في صلاته، لأن جبريل أخبره أن فيهما خبثاً. وإن كنت لا تستطيع التخلي عن الثوب فأخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة واغسل النجاسة أو اخلع الثوب وتوضأ وادخل الصلاة من جديد. أما إذا كانت نسيت لما صليت وانتهيت، نسيتها لما أنك انتهيت من الصلاة، وصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.